باي. هغنيلكم اغنيه كده من التقليد ولا بس اللي بسمعها. ما قلتش احسن اللي اتابعوا على السوشيال ميديا والساحة. معايا النهارده احمد نافع، ازيك يا احمد؟ ومعايا يوسف مرجو، اهلا بيك. ومعايا الساحر الجميل العالمي كاكايت، والمترجم بتاعه تيمو شكار. اسمك مش مهم، نرجع لموضوعنا ونتكلم تاني على احمد مرجو. من اجمل الحاجات بقى يا احمد اللي انت عملتها، عامل شفت نجاره من الرجاله من رضا البحراوي، وعملت محمد رمضان اغنيه جديده اسمها الكتابه ان شاء الله تنزل بعد العيد، وحاجات كتير تاني بقى اوكا وجديده وسادات طبعا. لما سمعنا حاجه كده حلوه كده لايف دلوقتي، وفي نفس الوقت بقى الساحر الجميل يعمل مواهبه نعم. ماله ده؟ لا عندي زمن كده ما بيسبقش. لا 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 عادي عادي، هو عادي تروح وتيجي معاك عادي. هو ده الطبيعي بتاع يعني حاجات. مش طبيعي بس هي حاجة واضحة يعني كده. طيب احنا معانا برضه. معلش ما نركزش في المواضيع اللي في حاجات بتحصل عادي كده. لازم. طيب انا عايزة اقدم لكم بقى حد داخل علينا جامد جدا برضه، هيكون موجود بيتنا النهارده، الفنان محمد شعبان، الفنان الفريق الجميل، صاحب اجمل اغنيه موجوده على السوشيال ميديا، واكيد احمد دافع يسمع عنها وكل الناس اللي موجوده. اغنيه يعني الاغنيه مش عايزه اوصف لكم، يعني مش عن عن انا ال1 1 محمد شعبان. انا الترند الافريقي يعني محمد شعبان. اهلا بيك يا محمد شعبان. انت احمد سمعت عن فنان بعدين محمد شعبان؟ اديله حته مره واحده. اديله حته كده. 1 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
انت سايب الراجل بيحفظ جنبك وسايب ماليش دعوه بالبولا مش عارف ايه رايك اولا انا هشوف حاجه في الثلج. طب اقول لك ايه يا احمد، ما سمعنا حاجه كده والجماعه هيزوروا موهبهم وانت بتسمعنا الاغنيه الجميله بتاعتك، امسك المايك كده وسمعنا حاجه. بس ابعد التعبان ده عنا على السيرك مش بقول لك يا ون ون روق عليهم الغني وما تشوف الساحر بقى يعمل لنا ايه يا عم الساحر كمان مان اه عم الساحر هو بيقول لكم تشوف لنا هو مش 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 هو من الرجالة كل يوم غرقان في عذاب قدر الخيانة سود صحاب قلة الأصل محطات يا من زلوف يا أحباب ده أنا شفت ندالا من الرجالة قلب حب كنت غدرتي على الفراق يا عم أنا مش عارف يا عم قالوا يا أخويا كمل يا لا كمل. مش هكمل يا جدع أخويا دي حتة يا عم يلا بينا بوزو من بوز يا عم بس بوزو من بوز يا عم بس يا ون جيبوا حته ايه رايك؟ بقول لك احنا معانا النجم العالمي انت طب انا عايز اسمع منه حاجه معلش لا معلش انت تعالى تتكلم مين؟ بتكلم النجم محمد شعبان ون ادخل عليه يا محمد شعبان امان ادخل عليه امان 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 ون مش عاجبك مش عاجبك ما تخافش
يا عم ما نخافش، بس احنا في برنامج مش يا جدعان في سيرك هنا. بقول لك ايه، انت يعني خد فين الثقه؟ غني يا عم. انا غني عادي، لو في اغاني انا غني، بس يا عم غني تعبان في وشي. خلاص مالكش دعوه. ايه بقى مالكش دعوه بوشي يا عم. هو بيقول لك انت خايف مني التعبان، الكلام ده بيلعبك بالعافيه. لا دي ما خافش منها عادي. ممكن بابا يدخل علينا بحاجه ثانيه ما بتخوفش. بقول لك ايه، تكمل طيب اغنيتك احمد ينافع نرضى عنك ان انت حد هسمع لكم حته من ان شاء الله اغنيه كده ولا حاجه على محمد رمضان. هو الاخ اللي جنب لا هو بس لما بيقول في حاجه مضايقاه. هو ما عايز يتصرف قوي. سيبنا بقى نجنب من الجواب. معلوم؟ انت حلو. ما في معلوم. هو ابتدى ياخد فكره عن المصريين، بيقول لك انا هتيجي مو هتيجي مو هتيجي
ايمو ابتديت انا عايز ايه اكتر من ايمو انت هتستاذن لا انت مش هتستاذن الا لما يغني والتعبان ده على بالنا اهي يا عم غني الزمن اللي احنا فيه ده بقول لك ايه جرب كده انت بتضحك جرب كده تشيلو بيبا جرب يا نجم انت والله بخايف بس مش يعني كنت واحد يقول لي سكته فاهم انت خايف يا احمد مش خوف امسك كده يا يوسف من قلبي يا روح قلبي مش كلام طب ايه انت قرد ولا ايه احمد دلوقتي احنا في بريك زي ما انت عارف فاحنا هنجيلك المكان اللي ظبطتك في الميك اب بتاعك شايفه اللي انت عارفين شويه بس في مش عايز اقول مش عايز الحاجات اللي بتيجي دي عشان لا ما تقلقش بقى من الميل ميك اب مش قلقان من الميك اب لا ما تقلقش ايه يا جماعه اللي بيحصل ده الشغل بقى ايه ده الماكينه بتعمل ايه الراجل وقته كله بكره طب خلاص يا جماعه الشغل باظ يا جماعه ده شغلها ايه يا جماعه انا اسمي اوكا وموهبتي الغنى هغني لكم اغنيه كده من تاليفي وادائي وتمثيلي وكل حاجه بتاعتي يعني وانا بس اللي بسمعها دايرين من الصفحات ولا شفنا واحد لايك هو لا شير ولا شير من الفانزات شيكارا 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 وفي اغنية تاني برضك تأليف وغنية ويعني انا اللي برضك عامل فيها كل حاجة وانا برضو اللي بسمعها انا اسمه كنسات وجاي اقول حكايات انا اسمه كنسات وجاي اقول حكايات الغنى بيجري في دمي وهو باين حتى باسمي ده انا فنان موهوب هوصل كل القلوب والكل اتفرج على فني والكل مني شاف اهو كلسات من الصدفة اهو كلسات اكتشاف ايه رايك يا استاذ انفع؟ شيكا قولي رايك فيه ايه يا هند؟ بيقول ان مصر فعلا بلد الفنون وبلد المواهب اهو لا يا باشا مصر مش كده مصر فيها فن فعلا بلد الفنون وبلد في الالف وولد في البيت هو بيقول ان انتوا حاصلين نفسكم في مواهب معينه الاكشن وبتاع انما في مواهب وكاركترات ظريفه جدا في مصر هو ممكن يبقى كاركتر هو شايف ده هو ممكن يبقى كاركتر بس مش مطرب ولا مؤلف انت في الموهبه الاولى يعني كنت حاسه كده شايفك ان انت مش مقتنع بالفنان مش بنافق ما هو لو بحبه اقول حلو طب ما تيجي نشوف المغني الثاني تمام يلا بينا السلام عليكم انا زوكر بغني بغني اغنيه تقول ادي رجع فيا تبكي عليا مش هنسى يوم ان انت جارح اتراجع فيا وازاي ازاي قلبك يسيبك انسى على قلب حبيبك وتزود نار ونار ازاي وازاي ايه انا بشكرك الفنان بقول لك يا احمد اظن ده مش محتاج ان احنا حتى نتكلم عليه صح ده فنان بجد لا
سمحت اشكرك يلا نجي صحش ارموا النجم بوم 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 نسمع النجم انا برضه ما يتقلش مننا يا عم نسمع النجم نسمع النجم نسمع النجم انا هقول اغنية انا هغني اغنية تاكسي جاي من الحمام عليه برصة من قدام تاكسي جاي من الحمام عليه برصة من قدام ايش بدك تقول لي هيك؟ مشكورك يا شباب مشكورك